بسم الله الرحمن الرحيم من مسجد الكوفة المعظم لصلاة الجمعة المباركة. حماية صلاة الجمعة المباركة تضبط كميات كبيرة من المخدرات، هذه مخدرات بأنواع وأشكال مختلفة، مخدرات بأنواع وأشكال مختلفة، مخدرات أشكال وأنواع يدخلوها الإيرانيين. الآن تم ضبطها بمسجد الكوفة المعظم من قبل حماية صلاة الجمعة المباركة الشجعان، حماية صلاة الجمعة الشجعان، تم ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات. طبعا هاي جزء من عده. شوفوا اخواني مجموعات كبيرة، كميات كبيرة من المخدرات.